أوضاع كارثية يواجهها أطفال قطاع غزة بشكل عام منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، لكن المرضى منهم يعانون على نحو يدمي القلوب جراء أزمة المجاعة وسوء التغذية وخطر المجاعة الذي يكاد يفتك بهم. وفي ظل تلك الكارثة وجد طفل فلسطيني نفسه مضطراً لأن يواجه بجسده الضئيل عدواناً وحصاراً، وهو يعاني في الوقت ذاته من مرض مزمن أو خطير دون وجود علاج نظراً لنفاد الإمدادات الطبية فيما تبقى من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي داخل غزة. ابني أمجد القانوع عمره 3 سنوات، وزنه الصحي 5 كيلو، بيعاني طبعاً من سوء التغذية، وبيعاني من مرض اسمه بارتر سيندروم، اللي هو عبارة عن نقص في البوتاسيوم، نقص في الصوديوم، نقص في الكالسيوم، نقص في أملاح الدم كلها. مرض خبيث ينهش في صمت جسد الأطفال من الداخل، بينما تحاصره رصاصات الاحتلال الغادرة من الخارج. جوري عمرها 6 سنوات، تاريخ المرض تقريباً له 3 سنوات، لكن اكتشفناه قبل سنة، ومرض كان صار في الرأس معاها، وعملنا الحمد لله عملية، لكن ضل ورم في النخاع، فهذا الورم صعب ينشال، فالحمد لله بتاخد كيماوي، بس اجت الحرب ووقفت العلاج وصار في سوء تغذية، فصارت صحتها تدهور. ورغم تلك المأساة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تعنته في منع منظمات ووكالات الإغاثة بتقديم يد المساعدة لتلك الفئة الضعيفة التي لا تعرف بأي ذنب تعاقب في حرب الإبادة الجماعية. من تاريخ 6/5/2024 تم تشخيصها بسرطان الدم لوكيميا، من هذاك الوقت هي تحويلة جاهزة، الأمور منسق لإلها، بس لكن المعبر مغلق، ما قدرناش نطلع أو نقدر نغادر، يعني سواء كان من الشمال إلى الجنوب كان الوضع كتير صعب. الاجتياح الأخير كان كتير جدا صعب عليها، لأني أنا قدرت أن أغادر المستشفى، وتحاصرنا أسبوعين في البيت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لما نقدر أنه إحنا نطلع، طلعنا، بنتي كانت كتير تعبانة. مأساة تلو الأخرى تتكشف داخل قطاع غزة مع دخول العدوان والحصار شهره 9 دون حل يبعث الأمل في النفوس من جديد.